جماعة البوبجي جيتكم بهدية وبتطبيق حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جيناكم فيديو جديد. اخواتي ركزوا بكلامي منيح، حطوا حلقة بإذنكم. موضوعنا اليوم عن فيروس كورونا المنتشرة على الكرة الأرضية كلها. الحل الوحيد للتخلص من فيروس كورونا لحتى ما يصيبك الفيروس الوضوء. الوضوء أثناء الصلاة. يعني فيروس كورونا يا شباب لما رح يدخل الجسم رح يدخل عن طريق الأنف أو التم، وطبعا لما رح يدخل بالأنف ما رح يقدر يدخل على الجسم إلا لبعد 4 ساعات. والحمد لله نحن صلواتنا الخمسة صاير كل واحد بين صلاة وصلاة 3 ساعات 4 ساعات بالكتير. بكل صلاة لما بتقعد تتوضى وبتطالع من أنفك شو في وسخ، فأنت هون عم تتخلص من فيروس كورونا بكل سهولة ومن دون ما تحس حتى لو كنت بيناتهم. فاكتشفوا العلماء إنه الفيروس كورونا ما بيدخل بالجسم إلا بعد 4 ساعات، وطبعا يعني بعد تحليل العلماء عرفوا إنه الوضوء هو حل الوحيد للتخلص من فيروس كورونا، طبعا مو بعد ما يدخل جسمك، طبعا من البداية. وتاني شغلة صرح رئيس أردوغان إنه ممنوع تتصافحوا ببعض بالشارع أو تضموا بعض أو تختلطوا ببعض بأماكن العامة. فيروس كورونا انتشر بكل العالم وعم في احتمال كبير انه داخل بتركيا بس ما يطلع لبرا وما يخبرونا. حرصا على سلامتكم انا بنصحكم نصيحة، عملوا الوضوء اثناء الصلاة، هذا كل وضوء بوضوء انا بنصحكم فيه، وانه تحافظوا على نظافة لانه النظافة من الايمان، وهذا حل الوحيد لحتى يخلصكم من الفيروس كورونا. حلتلكم حتى لو اختلطت بالناس، رجع على البيت غسل ايديك غسل وجهك غسل انفك، يعني بإذن الله ما رح يصيبك شيء. يعني شوفوا سبحان الله سبحان الله، رب العالمين حاول انه بالدين والقرآن يقول الاختلاط حرام، الاختلاط ممنوع، الاختلاط ما كان الشعب يفهم. فشوفوا سبحان الله دخلنا اياه بمرض حتى يبعدوا عن بعض، حتى ما يصير اختلاط، ما يصير تجمعات مثل ما مذكور بديننا. وكمان انه سبحان الله الحل من النظافة وبعد الفيروس عن نفسكم هو الوضوء، يعني والإثبات 100% إنه ما بدخل الفيروس لجسمك إلا لبعد 4 ساعات. وطبعاً هالأربع ساعات أنت عم تتوضى على كل صلاة طبعاً اللي عم يصلي، وطبعاً كلتنا بنعرف إنه هذا الوباء من رب العالمين، وهذا يعني عقاب من رب العالمين، وإن شاء الله الله يخلصنا منها بأقرب وقت. يعني نحن حتى للغرب حتى للكفار ما نرضى، يعني الله يشفي الجميع ويقوم الناس بخير وسلامة. جماعة البوبجي جيتكم بهدية وبتطبيق حلو. جماعة البوبجي أنا شخصيا عامل تطبيق للبوبجي لإخفاء العشب وتثبيت السكوب والهيد شوت. هذا التطبيق يعني مؤكد 100% وما بتبند حسابك، إذا تبند بتجي لعندي على الخاص وبتاخذ بداله حقه أو بتاخذ حساب مني، لأنه أنا واثق من كلامي. هذا التطبيق مضمون 100% وآمن 100%. التطبيق هو يا شباب إخفاء العشب وتثبيت السكوب و هيد شوت 5%. اخواتي راح تلاقوا التطبيق رابطه بالوصف او راح تلقوا صورته هون، اسمه بالسوق بلاي بتلاقوه. هذا تطبيق خاص فيني، طبعا بتشكر المبرمج التمام هو اللي برمج لي اياها وسوى لي اياها ورفع لي اياها على السوق بلاي. لهيك يا شباب انا بضمن لكم امان البرنامج. الكل يحمل البرنامج راح يفيدكم كثير من الكمبرجيه اللي بيضلوا اخر شيء بالاوبن بتلاقيهم بين حشيش. فانت لما راح تحمل البرنامج وتفتح البوبجي بهالبرنامج فراح تكشف كل واحد متشطح بالاوبن بين الحشيش وراح تنزله كيف ما بدك. فبتمنى من الكل يا شباب يحمل التطبيق موجود بالوصف او بسوق بلاي بتبحث عنه هون، اسمه اخفاء العشب. وما راح ننسى تعب الاستاذ تمام، كمان رابط جروبه للدعم وللاشياء اللي بتحتاجوها منه كلها بالوصف. فوتوا الكل على رابط التليجرام تبعه وادخلوا لعنده وضيفوا، واي اسئله بدكم اياه اسالوه، اي شيء بدكم اياه موجود هو رابطه بالوصف. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله يا رب يكون عجبكم موضوع التطبيق اللي حكيت لكم عنه. الكل يحمله لا تنسوا لانه البرنامج خاص فيني، وبدي منكم تشاركوا مع كل اصدقائكم لحتى نوصل لاكبر عدد من الناس بهالتطبيق. هون بكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وتحياتي لكم، السلام عليكم.